أخبار اليوم. كان مجلس الإدارة في ثلاث اجتماعات. الاجتماع الأولاني الانسحاب الفوري من مسابقة الهزل اللي بيقودها جمال عبد الناصر. الاتجاه الثاني إنه يبقى في إرجاء للانسحاب أو تجميد النشاط الكروي، مش الانسحاب، تجميد النشاط الكروي. الاتجاه الثالث اللي حصل بعد اتصالات مع حسن فريد قائد الاعمال رئيس الاتحاد والمدير في دبي، مشكور طبعا، والاستاذ صامت سويلة المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، اللي الاتحاد ده استقال يوم الاحد، لان على فكره الشهاده برفض الاشكال هتقبلوهم يوم السبت، فهذا الاتحاد سيكون لا وجود له يوم الاحد. فاحنا حصل اتصال مع ثروت بحيث لو الاتحاد مشي فقال هو ده الموجود مسؤول، وحسن ليه فريد هو في دبي وجاي بكره ان شاء الله، ومفروض في لقاء بيني وبينه يوم السبت ان شاء الله. البعض قبل ما اتكلم في الازمه قال انه الزمالك عايز يبوظ الدوري، لا، رئيس لجنه الانديه هو اللي حريص على استمرار الدوري. البعض قال اصل الزمالك فرق 8 بونت، لا، في مطوشه جايه لسه، الاهلي عنده الداخليه والاسماعيلي وعنده المصري وعنده الزمالك. فالقصة مش كده، القصة هو الفجر التحكيمي. الفجر التحكيمي. ويقول الكلام ده والاهلي مش طرف، يعني مش عايز داخل الاهلي طرف. لانه ممكن يكون ابنك شاطر في الامتحان وبيطلع الاول، وفجأة اي واحد هو في اللجنة كده يقول له خد البرشامة دي قدام المراقب. فيروح باظه، يروح باظه ينجح يقول لك اصل هو خد برشامة. يعني كسب المقاولين 3-1 في الدور الاولاني، فما كانش محتاج هذا الطارق اللي هو قاله عامل في النادي الاهلي. يعني انا من دهشت، الراجل قاله عامل في النادي الاهلي اللي حصل ده فوق. انا برضه ما بتكلمش كوره هدف ولا مش هدف، دي مش قضيتي انا. انا بتكلم على انه من ساعه ما جه مال غندور طلع الجيش كان لازم يكسب الزمالك، الانتاج الحربي بالحكام لازم يكسب الزمالك، المخاصه، ولان احنا ما عندناش مشكله اصلا مع الحكام، يعني الجون بتاع المقاصه مش جون. مع ذلك انا نزلت، يمكن بقول سر لاول مره، ان جمال الغندور قال للحكم الغي المباراه. اول مره تعرفوا انه هذه المباراه الزمالك كسب 3-1 كان في تعليمات لجمال الغندور بالغاء المباراه واعتبار الزمالك مهزوم 2-0. اوريك بس التربص، وده كان في ناس بتقول لك ايه اللي نزله، انا بتنازل عشان افسد هذه المباراه. وقال له كمل الماتش تمثيليه عشان الناس الموجودين. فانك انت تخطئ في قراراتك كحكم انا ما عنديش مشكله، انما تبقى فاجر لا، عندي مشكله. وبعدين ليا سؤال، هو جمال الغندور امبارح لف على القنوات كلها، هو في قاضي بيصدر حكم يا جماعه ويطلع في كل صحف وجرايد يبرر حكمه؟ انت خلاص مقتنع بقرارات الحكم بتاعك لفيت. وبعدين فيلم الوهم اللي اتعمل بكل قناه، طبعا كلكم متابعين، يقول له ايه؟ تحب اقول لك يا شلبوكه اللفظ اللي قاله يا شلبوكه؟ طب هو راجل ما تقول ايه؟ هو في حياء في العلم ولا في الدين؟ اقول بلفظ وتتحمل المسؤوليه؟ طب ما الولاد حلف على مصحف، ولا انا اعرف احمد علي طبعا، ما اعرفش الثاني. احمد علي ولد مؤدب ومحترم جدا، كلكم عارفينه، ومهذب جدا، تمام؟ هو يقول الالفاظ اللي انت يفكرني بالظبط. واحدة صايعة صايعة خلاص قلت أدبها على راجل محترم في الشارع. فالراجل راح عمل محضر، فقعد الناس يقول لا لا أصله مش عارف مسكني منين، أصله مش إيه ده؟ إيه الأسلوب الرخيص ده؟ خليك كبير، أنت رئيس لجنة حكام، أنت رئيس، خليك كبير. أما الإعلام بقى للأسف، يعني إن في جزء منه منحط، جزء منه منحط، ودفاع مستميت عن هذا الحكم وعن الجون وعن الطرد. وفي نفس الوقت كان ناقص حاجه واحده بس يا جماعه، ان لعيبه المقاولين تاخد اعداد والمدرب بتاعها، حاجه غير طبيعيه. طلعوهم سفله ومجرمين وافرزوا بذيئه ومتمردين، هي العيال اللي وقت في الملعب. انا النهارده داخل معاك خناقه، انتوا 20 وانا واحد، واحد ضربني في كتفي، واحد ضربني في رجلي، ما انتوا كتره، مش انا هاجي في وقت من الاوقات مش هقدر اقف.
وده اللي حصل في الماتش امبارح. يعني كل 11 بيلعبوا سبعه. سبعه دي برضه لهم طاقه، فبيبذل اقصى جهد عنده، طاقته البدنيه والفنيه والنفسيه، عشان يعوض النقص اللي عنده. يقول لك لا ده متمارد وهو عايز يقع كده. طبعا كان حصل اتصال بيني وبين السيد رئيس النادي المختار نادي المقاولين امبارح بين الشوطين. الراجل يمكن مشي، اللي كان حاضر الماتش مشي غاضب. لكن محمد الاخ اسمه عادل، محمد عادل نعم مش على الكوره، مش هو اللي صمم الماتش يكمل. الراجل كان ليه راي انسحاب، مش هيشترك في المهزله دي. محمد عادل عارف المهزله بس مش الفريق ده يا محمد، لان التاريخ هينسى انك كنت بتلعب سبعه، ويفتكر حاجه واحده بس انك لعبت ثلاثه. وبعدين المقاولين يا جماعه النهارده ما بينه وبين اللي بيسرع لابوت نقط صغيره، يعني ممكن يقع فوق الاربع متوشه دول لو غلب فيهم المقاولين هينزل. لكن محمد عادل لو تشوفوه في ماتش الزمالك ها كان بيتنطط قوي لما جه جول زعلان. الماتش امبارح كان بيتنطط وبيشتم لعيبته وعوده، لو انا عايزك ترجعوا شوط الماتش عشان اكمله. لا لا لازم ياخد 3 بونت. الراجل رئيس الشركه عارف الكلام ده، الراجل محترم الاستاذ صلاح. لكن هذا الفجر التحكيمي وتصفيه الحسابات الشخصيه معايا انا شخصيا، قلت له يا جمال قبل كده ابعد عن الكيان. جمال عنده جول تاني اتقال امبارح في كل القنوات وتحديت، ولما يقابل واحد في مرسى مطروح، وانا هديكم تليفون الراجل اللي بعت الرساله، يقابل واحد في مرسى مطروح يقول له الزمالك ياخد الدوري، يقول له في غراب ابيض ياخد دوري غراب ابيض. لما توصل قله الادب انك تتكلم عن نادي اشرف منك، عارف اشرف منك ليه يا جمال؟ احكي لنا اللي حصل في الامارات، نحكي قصه المغرب وطردوك ليه من هناك؟ طردوك رحلوك، وانت لسه جاي بتقول فلسطين. احترامنا لفلسطين، مين اداك التاشيره؟ مين اداله التاشيره؟ اسرائيل. اسرائيل ده هو انت بتسهبل بتقعد تقول لي فلسطين؟ فلسطين محتله يا ابني، فلسطين محتله، اسرائيل محتلاها. التاشيره اللي اداها لك كيان صهيوني اسرائيل خدمت على الباسبور بتاعك. ها؟ فين بقى الافنديه اللي قاعد يقول لك واسطي مرتضى حول للراجل اسرائيل مش عارف ايه، واحنا دلوقتي لما بيتهيألي فات ثلاث اشهر ما جابش الجواب، فكلمته المؤتمر الاولاني اسمه الاخ بتاع الجنيف ده. المهم طبعا اجتماع ده كان فيه مكالمه حسن فريد، كان مصور المفروض من يوم الاحد لو هو استقال للمدير التنفيذي. احنا ايه طلب واحد؟ احنا لا نريد افساد مسابقه الاهلي، والنادي الاهلي ليس في حاجه الى مساعده. النادي الاهلي لما ياخد دوري السنه دي مش هنقول يا مامي بالمفاجاه، لسبب بسيط جدا. النادي الاهلي واخد 36 اعتقد او مش فاكر كان بطوله الدوري، والزمالك لو دخل خد الدوري عادي طبيعي يبقى الدوري ده بطل وبياخد الدوري. السنه اللي فاتت هو بطل الدوري والدرع موجود. كان في اقتراح دلوقتي ان انا ابعت لجمال غندور الدرع ويبقى يسلمه دلوقتي النادي الاهلي، بس انا مش هحبط لعيبتي. اتفقنا هنرجع قرار عدم اللعب في وجود جمال غندور يوم في اجتماع يوم السبت مع السيد وزير الشباب والرياضه، ثم اجتماع مع حسن فريد، ثم يوم الاحد اجتماع مع ثروت سويلم لو جه رفض الاشكال بجواب رسمي وتسلم المكان. وكلامنا واضح في وجود هذا البني ادم احنا ما بنكملش الحساب. النهارده الزمالك مع بعض المباحثات مع الناس كلها هيكمل هيلعب ماتش انبي وعندنا 12 يوم. فرصة للدولة، فرصة لاتحاد الكورة، فرصة للمدير التنفيذي لو جه مسؤول اللي يعتبر هو اتحاد الكورة، فرصة لحسن فريد لو ما استقروش يكملوا، إن هذا البني آدم ما نشوفش خلقته في مصر يرجع دبي تاني. وبعدين عارف هو طارق حامد دوت مش بقاله سنتين ما بيحكمش ليه؟ طارق سامي مش بقاله سنتين؟ فجأة جه السنة دي ثلاث ماتشات قدام ماتش امبارح الرابع مش كده؟ ليه؟ وليه عصام عبد الفتاح كان ممشي؟ وانت راجل قاعد عامل في النادي فاهم؟ انا شفت المساعد الحكم امبارح عامل مداخلات قال لك لا ما حدش تلفظ معايا بلفظ مزيد ما حصلش. ده هو قال لي يا عم انت قال لي حسبي الله، يا حسبي الله نعم الوكيل دلوقتي بقى شتيمه. دي ايه في القران الكريم يا جمال غندور؟ وبعدين انا عايز اسال سؤال، هو حضرتك يا استاذ جمال مش المفروض تقعد على المنصه بتاعتك لو انت راضي
ويجي لك التقرير مش في تقرير الحكم بيكتبه لجنة الحكام ومراقب لجنة المسابقات بيكتب تقرير مراقب المسابقات عمال يطلع في كل البرامج يقول لك لا ده حكم انا قال النهارده اعتقد في الاراء النسائيه او المساء قال لك ده المفروض ده الحكم ده يبقى حكم دولي واديله جيد جدا حد منطق عندك دم مستفز الناس يعني كل الناس عيني حتى الاهلاويه مش شايفين يا راجل ده اهلاويه زعلانين زي الزمالكاويه يقول لك حتى لو احنا خدنا بطوله الدوري ما ناخدهاش بالطريقه المشبوهه دي انت في تورتايه حلوه السنه دي الاهلي عاملها انت جبت تراب ورميته لان الجماهير بتعاير بعضها في الاخر يقول لك ايه انت كسبت بالحكام قرر المجلس ان احنا هنلعب ماتش النهارده هننتظر قرار اما اتحاد الكوره لو استمر الاتحاد ما استقالش في اجتماع مع حسن فريد اللي هو اللي هيبقى رئيس الاتحاد يوم السبت او لو قدموا استقالتهم هيبقى يوم الاحد في اجتماع مع ثروت وسويلم اللي هو القائم باعمال رئيس الاتحاد او الاتحاد كله مش رئيس الاتحاد كله وفي نفس الوقت يا جماعه يعني انا ما بقاش يعني انت يا جماعه عندول اوريكم الشتيمه اللي بتروح له من عندي لو عنده دم يعمل ده دي بلاوي لو عنده دم يستقيل لو عنده دم يعني اوريك دلوقتي التليفون على التليفون لو عنده دم النبي واضح انه ما عادش فيه دم ادي واحد اثنين طب اتحاد الكره اتحاد حكم قضاء يعتبر كان لم يكن هو المحكمه قالت ايه؟ انه كان ما فيش اصلا اتحاد موجود طيب لما يكون الاصل مش موجود الفرع يبقى موجود اذا كان الاصل الاتحاد يبقى اللجان دي موجوده مع احترامي لعامر حسين والله المفروض عامر حسين بمجرد ما الاتحاد اتحل يمشي انا بقى مدير تنفيذي جاي او الاتحاد هيكمل يقول له والله اتفضل كمل ماموريتك جمال غندور مش موجود هو لجنه الحكام النهارده ان شاء الله باذن الله عشان برضه لا يقال ان احنا خايفين ما زلت بقول ان الدوري لسه في الملعب واتمنى الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او المصري او اي فريق يكسب بجهد اللعيبه مش بفساد الحكام باصرار اللعيبه وعرقهم في الملعب انا اتمنى ده والله الاهلي خد الدوري وضع طبيعي هنسلم الدرع وهيروح الدرع في زفه مش هيروح زي ما حصل في تاكسي وكلام الفرق ده ومع واحد بتاع زباله لا ده هيروح عنده مجلس اداره وهنعمل مهرجان محترم لغايه ما يوصل لغايه هناك النادي الاهلي نادي كبير لما يجي يستلم الدرع من الزمالك يستلمه بطريقه تليق بالزمالك وتليق بالاهلي والله احنا ربنا وفقنا والحكام بعدوا عننا وكسبنا والاهلي قدامه ماتش او ماتشين حصل له حاجه الدرع موجود اهو ودي رياضه انا السنه دي خدت دوري وكاس انا السنه دي خدت دوري وكاس اليد الاهلي خد السنه دي السله يا جماعه رياضه يعني ما هو مفيش فريق بيفوز على طول في كل الالعاب وفريق بيتهزم على طول في كل الالعاب وانا بقول تاني هذا الموضوع لا علاقه له بالنادي الاهلي انا اديت لكم مثل الولد الشاطر اللي ابوه رباه كويس وفجاه دخل واحد صاحب ابوه قدام الولد قال له خد يا ابني غش انا جبت لك السؤال ده حل اهو فاللجنه كلها سابت والناس كلها سابت قال لك لا ده نجح بالغش بالرغم الولد طول عمره بيطلع الاول ادي النادي الاهلي وادي اللي عمله جمال الممدوح في النادي الاهلي وده اللي عمله طارق دول في النادي الاهلي وانا كنت اتخيل ان هو ما دام عضو عامل في النادي الاهلي يعني شرب مننا وتربى في الصبا وهو عنده دم ما كانش حاكم المباراه وكلكم شفتوا اهلاويه وزملكاويه هذا الفجر التحكيم وللاسف الشديد لما اجي ابرر يا مدحت يا شلبي وانا الكلام هو النهارده الماتش مش انتوا عارفين احنا اتفقنا مع بعتنا جواب رسمي محمد كامل شركه الرايه شركه الرايه ترعى نادي الزمالك ما تهدش حلم الزمالك ما تجيبش واحد زي احمد حسن جواب شاكيني عشان يحلل ما تجيبش احمد سمير شاكيني عشان يحلل يعني حتى بالمنطق وبالعقل يعني ازاي فانتوا حتى بتشوفوا السرد التحليلي الزمالك يكسب يقول لك يخسر الماتش الجاي، طب ليه؟ انت تبقى شركه رايك؟ وبعدين قناه من قنوات استضافت عاير رقيع كلكم شفتوه لابس باروكه وقل ادبه وانا كنت شاكك في الواد ده بس بعد موضوع الباروكه ده انا اتاكدت ده محتاج علاج وفي مستشفيات خاصه ودكاتره خاصه بيعالجوا الحالات تمام؟ لما جينا نرد على قله الادب قال لك لا اصل انت ممنوع محمد بتاع الكنيفه منعك فده محمد بتاع كلفه منعني مرتضى بقى المحترم مانع كاميرات الحياه وانت في مدينه
ولو حد ذاع التلفزيون انا الماتش يتذاع في القنوات المصريه نيل رياضه ويتذاع في القناه الثانيه زي ما بنقول عشان دي قنوات مصريه وطنيه. لو لقينا الشوط الثاني ابعت لي جواب رسمي للصفاء سيد الصفاء المحترم السيد الشوط الثاني الشوط الاولاني القناتين نقلوا هنطلع كاميرات كلها. لن يسمح لمدحت شلبي ولا سيف زاهر بتغطيه لن يسمح كلام واضح راجل مدير النادي عنده تعليمات لانه دلوقتي رايح كاميراته مش هتخش. حضرتك شركه راعيه ولا شركه بتهد حيلي؟ لا انت شركه بتهد حيلي. كلكم شفتوا امبارح الاخ مدحت شلبي جاب اللي شغال عنده الشناوي يا صعب يا رب. طب الشناوي انت بتطلع في اخر البرنامج الساعه 4 الصبح الناس نايمه عشان تحلل اخطاء الحكام. جابوا انت امبارح؟ اول ايه؟ اول حد. تعالى يا ميمون خش يلا وريني قول لي بقى كره جون ولا مش جون؟ لا كره جون. الطرد صحيح ولا صحيح؟ الطرد صحيح. يلا خلصت مأموريتك 5000 خد ال 5000 من هناك من الولد اللي بره ده مدير القناه اتكل على الله انت دورك انت. فين ده؟ فين ده؟ ودي مناسبه بحيي النيل الرياضي وبشكرهم على الحياد اللي كانوا فيه امبارح. يعني اسلام الشاطر ده علاء نبيل ده راجل اهلاوي تمام؟ ده انا اعتقد علاء ميهوب موجود نعم؟ ميهوب شيء راقي ومحترم وما خافوش ولما قالوا كلمه حاجه جمال جندور دخل عمل معاهم ايه الشتيمه واتخانق معاهم ولف على القنوات بيتريق عليهم. في النهايه رئيس لجنه الانديه على الدور الوطني لن يفسد المسابقه ولكن هذه المسابقه لن تستكمل بجمال جندور. هو من حسن الطالع ان احنا عندنا اتحاد كوره اخر يوم الاحد هي الجواب بتاع رفض الاشكال صمم ان ده بقى تدخل حكيم وعايز يكمل في اتفاق مع حسن فريد ان الراجل دون يعني لم يكن مسبب في وجوده مشي وتولى الاخ الدكتور ثروت شويه من المحترم المدير التنفيذي لاتحاد الكوره ان تولى اتحاد الكوره في الحاله دي لن يقبل جمال غندور. هو اللي عنده دم لو عنده دم يقدم استقالته بعد فضيحه امبارح لانك اسات الرياضه المصريه اسات التحكيم المصري والاسوء منك هو احمد الشناوي اللي برومان كنترول والنبي ده جول زي ما يقول لك شغلك. ما هو انت سمعته قاعد يقول لك لا كره جول وانا بتحدى مخرج القناه امبارح مخرج المباراه امبارح كان يجيب اللقطه من خلف الشبكه خلفيه لانه لو جابها من ورا هتبقى جت لفونا في وش الجول. وبعدين انا كان في جول لباسم اعتقد الماتش من شهر تقريبا كده برضه خد الكره من الوقت في كره كان خدها ودخلها جول بس الولد كان طلع بره الكره بقت في حيازه الجول في حوزته خلاص خد واحده في وشه عادي مش مشكله مش فاهم ايه القضيه يعني ياخد واحده في وشه ياخد واحده في حاجتين ويتعور ايه المشكله؟ ايه مش ايه المشكله يا شربوك؟ مش انت معاك العفريت؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ عفريت ايه اللي انت بتطلع معاه ده؟ وانا مش ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا راجل ده عندك 75 سنه عين يا بيعيب والله العظيم اللي انت بتعمله ده. معاه اسمه ايه الواد اللي بيطلع معاه ده الشنخر ده اسمه ايه؟ مارد. مارد ايه؟ ايه القرف اللي انت عامله في نفسك ده؟ يا راجل بيقول لك 75 ولا سكت بيقول لك 77 سنه عين عيب على سنك. احترم نفسك بقى احترم سنك احترم شدك. فيا جماعه باختصار الزمالك ما بيخافش بيكمل لحين زي ما قلت لكم سبت وحد ده اخر حاجه عندنا مشي جمال غندور نكمل المسابقه قعد جمال غندور خلاص يبقى جمال بقى يحكم واحنا شكرا الزمالك عندنا مع احترامنا لجماهيره لن تسمح لهذا الحدث. طب حكام اجانب بقيه الماتشات اللي بقى في الدوري ولا؟ احنا هنديها اجتماع لجنه الانديه ان شاء الله. وعلى فكره الاسماعيلي اشتكى من الحكام والمصري اشتكى كل الانديه بتشتكي كل الانديه اسوء موسم تحكيمي يا جمال غندور مش انا اللي بشتكي ده كل الانديه الاهلي نفسه بيشتكي من الحكام اسوء موسم تحكيمي. وبعدين انا بس ليا سؤال بس نسيت اقوله هو مش حصلت مشكله كبيره في ماتش الزمالك والمنصه وانا بقول على مسؤوليتي كان لغى المباراه على مسؤوليتي
قالوا له المباراه واعمل فيلم كده بنكمل عشان الناس الموجوده ما تزورش الموضوع. خلاص هذه المشكله. انتوا شفتوا جمال ممدوح عمل اي مداخله قال فيها الكره جوه ولا مش جوه؟ دفع عن الحكم او هاجم الحكم ليه؟ عشان ليه قفل ليه؟ عشان اتعمى وشاف الكوره اصلا الكوره مش جوه هيطلعوا ليه؟ تمام؟ اتعمال بقى تلف كل القنوات وتقول لك اصل الحكم انا كلمته بالتليفون. يعني ايه كلمته بالتليفون؟ الحكم ده يروح بيته يكتب تقريره ثاني يوم يقدمه للجنه الرئيس لجنه الحكام ويفحصه. وبعدين هو القاضي لما بيغلط القاضي ده القاضي بقى بجد مش اله وشرط وعصايه بيقعد يجري بصفاره والناس تقعد تضحك عليه. القاضي اللي بجد لما بيغلط بيرتكب جريمه. لو ارتكب جريمه مهنيه يروح مجالس تاديب عمره مجلس القضاء حماه ولا تفتيش قضاء بيحميه. خلاص؟ طب بقى لو ارتكب جريمه جنائيه لو عنده قضيه رشوه لا قدر الله لو المواطن العادي خد 3 سنين في قضيه رشوه القاضي بياخد 7 سنين اقصى عقوبه. هو ده العدل. انما انت كل ما حكم عندك يعمل مصيبه تقعد تلف تقعد تلف زي النحله. كل المداخلات اللي انت عملتها دي امبارح بتاكد انك مهزوز وعلى راسك بطحه. في النهايه رايحين ماتش النهارده ان شاء الله لن تدخل كاميرات. كلام واضح. تبقى مسؤول قدامي كنت فيه والحقيقه على بعد 100 كيلو زي الالتراس كده قلنا على بعد 100 كيلو يروح يعملوا دلوقتي قعدتهم في الفسطاط في محافظه ثانيه خالص. ان شاء الله في اجتماع يوم السبت مع السيد الوزير مع حسن فريد. يوم الاحد في اجتماع مع لجنه الانديه مع ثروت سويلا. باذن الله ان شاء الله في خلال ال 12 يوم دول باذن الله اذا كانت الدوله والاتحاد او قائد الاعمال الاتحاد عايز يبوظ المسابقه يبقى مش عارف يبوظها. انا راجل بلعب النهارده بنت حسن نيه قدامهم 12 يوم. جمال الغندور لا وجود له في لجنه. اشكرك.